اليوم تم برمجة الملف المناضل بالقاسمي زكريا كمناضل، ماشي على أساس الوظيفة السابقة اللي كان وكان عقيد في الجيش. اليوم الملف ملف سياسي بحت، ما فيهش أي علاقة بوظيفة تاعو السابقة على مستوى المؤسسة العسكرية. سي فري كان نونسيان كولونيل إلي على روتريت، إلا في سي 28 أون دو سيرفيس، إلا إيتي مي على روتريت، دخل خرج للتقاعد. دركا اليوم راهو متابع على أساس مساس بهيئة نظامية، وعلى أساس الشروع السابقة كانت تهمة الشروع في إحباط معنوية الجيش، ومن بعد كي دخل الدوسي للمحكمة إعادة تكييف الوقائع، أين ولات الوقائع برك متابعة على أساس المادة 79 من قانون العقوبات والمادة 147، بقات غير التهم تاع المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية المتمثلة في نيابة في قيادة الأركان الجيش الشعبي الوطني، بخصوص المرحوم، بخصوص أساس على أساس منشورات خاصة بالرئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح. الملف ملف سياسي 100%، ومرافعة المحامين كانت مرافعات سياسية ولم تكن مرافعات قانونية، لكون أن الملف الوقائع المنسوبة إلى المناضل بالقاسمي زكريا غير مطابقة مع المواد المتابعة على أساسها. ألور نيابة الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو رفعت في القضية والتمست 3 سنوات سجن نافذة و 70,000 دينار جزائري. الحكم سوف يتم النطق بالحكم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. هذه تزوارا إلى قطر اللي تم سلتقين بالقاسمي زكريا في بداية سي المود نوفمبر 2019، في لا فان دي مود نوفمبر 2019 اسمين يقرب لي زيليكسيون بريزيدونسيال ني دي 12 ديسمبر يميرني بدان تسوين يمغنس نسواطاس سيرتو وكادي كلان ديال الحراك باش هاد تجن كرا تسوات لهنا باش تساعدين الفوطنينسن. دونك اسمي طفن بالقاسمي زكريا طفنت خاطر يتسكادي لي مارش يتسكادي لي مارش الحراك تو لي فوندردي يخدم 15 لي بوبليكاسيون لي فيسبوك، يخدم واقيلا 30 لي كومونتير لي باج نيض هو غادي يديك تبن لي فيسبوك يخدم لي كومونتير. ثورة بالقاسمي زكريا كي سي فري اي لي كولونيل سي ان كولونيل اي فون روتريت ا 50 طون نهني في سو فون روتريت على كل حال هو الشغل نسن مي سي 2016 الناس ما كانت طفنك كي طفنت اون طونك سيتوان ذا شعبي ويت بارتيسيبي ديال الحراك طفنت كوليناس دي شيف دي كولباسيون. دونك اشي مود بنا كل لي فاد ويا ديال الوقت ني خطر انت نتا خطر لي تزوار ما دوسيس خدمن الناس احباط من معنويات الجيش صافي دير نتا كوم سي ان اونسيان كولونيل يمي الحوض لي مارش كذا كذا لي حراكيست بور لوي باش كنا دي صب المورال دو لارمي الوقت ني زرام دكايد صالحي قال لنا جينيرال ماجور دونك على تيت دي زارمي صافي سيتي على مود اتتبع لي سيتوايان ميرني باسكو الحاندي لي مارشي اتسيتيرا اي نسخد من كوم اكيزاسيون زعما راك دينيغ بلي دي الكود بينال لانت مي اون رياليتي ولا شي ثن دابور ديت مزوره ان الناس بغيضة تفرق الدوله المساس بالوحده الوطنيه نكوني من عند ذاك يثو دوفون تريبيلان نيساو ديوت لا بوبليكاسيون بالقاسمي يكفغا نادي فرق الدوله إنايا كيد صالح ديكاج بن صالح ديكاج إنايا الشعب كامل اللي قاريتي خاطر هو لاقين ديكاج ماشي ديال الحاجة يخسرن باش تكال يون بار أوتراج ديفاماسيون ديكاج سي أن لونجاج بوبيلار إلا ذي لي فول بالقاسمي ما يلحو ذي لي فول يتطفد العاشين تغنين كيد صالح ديكاج بن صالح ديكاج سيستيم ديكاج اكسيتيرا. دونك تبان دابور افتك الرنا استعرف إهانة هيئة نظامية صاب دير أوتراج كور كونستيتوي الرنا لا تروز لا دوزيام انفراكسيون المساس بالوحدة الوطنية صاب دير يبغى يفرق ثمور الناس
لا فوطي وكتم زوالو دي نوفم بالقسمية كين دي فيسبوك ينس يوصف الدرابو الجزائر الناس مقرزي كنا ناس ميت نتتابع مرفنا الدرابو مزيغن امر ضغف غنف اخ من الوحدة الوطنية وقت فمس الدرابو الجزائر اسقرم المساس بالوحدة الوطنية دوك اذا غني ميم ثاقين يفراضي فرق ثموت ولا شسكس يخدم دي بيبليكاسيون ان كاني سيني نان بوفوار ديكاج ان كي سيني نان لا بوليس شعب كي ذات مثل ويلا قرات تحقرم اساس كان تكفو ذاكرة ولا ياكين تتحاسبهم يخدم دي بيبليكاسيون ان كي دينا النظام كين توتومونتي السيستم كي لا قاضي روح ونفارا كويني دي كتب دي فيسبوك بالقسم ياكين يدي قارن بلي يبغى دي فرق ثامو صافي الدوزيام شيف دان كل باسو ياكين ولا شديكس ذي الحاجة كان يسكولين خاطر ناك دي مير نقرا في الفوت شفا ما سميت بوين داكا جوج دان سلكسو اتصل غاشي ياكين يتشور دي فرا ياكين اسميت بوين جوج دان سلكسو يا راس سو كونترول جوديسيال يقوى الغاشي خاطر الوقت ني سيتي لا مود المساس بالوحده الوطنيه وني بوجين كان كاين غاسيني المساس بالوحده الوطنيه رانا ناس تروازيام شيف دان كول باسون اسقارن نشر معلومات يخدم دي بيبليكاسيون من اجل المساس بالمصلحة الوطنية ولا مجان الوحدة الوطنية يعني. الوحدة الوطنية اللي الارتيكل 79 وني رفضنا درابو مزيغنا سيني المساس بالوحدة الوطنية وني ديفانا دي العودي لامارش المساس بالوحدة الوطنية ولنا ثقر يعني أبوندوني وينان الوحدة الوطنية ولنا المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية صافي ديرك قال طول نسى الدولة نسى الرئيس يلق أين كاديني بنادم ذي ديني ذي الصلاح نتمورث وإلا قارت مانيفيستي ولا قارت فهم سافريد ولا قارت خم دي فيسبوك إلا قد نيني الدولة لها النظام يلها بشكل نيني غادي نظام تموت بالمساحة الوطنية الله كمان مقلين دينا بالقاسمين زكريا وذيوت الحاجة وريضو رئيس الدولة يقارك سيستم ديكاج الشعبك ويتعقل السيستم ديكاج يفقدوك الشعب في محقرانيت يكملها في محقرانيت نتسان بوينتيد فغانا ما كيني غا سنين كتيني تيوز ان اونسيان كولونيل اون 2016 فغانا اون روتريت وسيهضر الدروا تفضلك الشعب باش تمانيفيستير نتا الحل ديال القانون ولاش وكان بغينا تحاسبنا فاش تاكين هذا هو تريبيونال ميليتير سميتي بونال تريبيونال سيفيل يقول لك تحاسبنا ما كانش تان سيتوان اوردينير صافي دير ذاك السيانا السوكذن شي ميتيوزان كولونيال تهضر ما كانش منع السيانا السوكذن مي سان با مارشي ام كي ودينا ومدوك لاقينا البروكيرور الفاستر وازون الحبس زمر غاكيني ودي فكوكا نارجي مو عرفت سنين الحبس سي تان دوسيي كي شغل تسونت سي الماد نوفمبر هذاك شحال لي دوسي قعدت وكي جات تكوتي اي لو كان بغا لاعب ذاكين يبغى غادي يهرس الدوله وكان بغا لاعب ذاكي يبغى غادي يخلق ان كو دي تا دي تمور ذاكي وتجاج انا سي الماد نوفمبر ما تورا دي فارا اخاطر لي تا ماجور وكان والين الا كرا يخدم يتتوشي الدولة غيتتوشي لارمي الوقت اللي تساوينا راه تريبيونال تيزوزو تساوينا تريبيونال ميليتير صافي لا نتصل لي زافوكي شبي ربي واحد اون كازين دافوكا بلي دينا ساك نسفهمت تمثل تم كيتلا ثورا الفيرديكت ديوال السمانة صايد 21 جويي نضمان غادي ربي غادي ابليكي لا لوا السرحني والكازاكين ويلا قاد مقلن باسينس د كولونيل باش كنوا الكوفريد ويسال الدار وذي بوشي عطاك صحة حاس. Thank you.